ها شنو؟ من هذا اللي جاي يضحك علي؟ منو؟ انا ما اعرف. نا 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 انا جاي يضحك عليك. شنو شنو شنو؟ انت منو جابك لهون؟ جابك لهون يا وري؟ انا جاي عند البيت يا هذا الاحمر الجميل ماتي. نا 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 انا عندي نفق ازرق وانت ما عندك. نا 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 نا. شنو شنو يا شباب يا ساتر؟ هذا الورع جاء يقول لي عندنا فق ازرق واني ما عندي. شنو اصلا انا احب اللون الاحمر احسن من اللون الازرق. لا 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 على الاقل انا عندي نفق وانت ما عندك. روح قدام روح قدام حتى اشوفك النفق. يا ساتر شلون ورطه هذا الشخص عنده نفق ازرق يقولون ما عندي نفق احمر شلون ورطه يا ساتر. لا 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 هذا هو النفق مالتي الاسطوري وانت ما عندك واني راح انام بيه واني عندي افضل واحسن نفق بالعالم كله. لا 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 يا ساتر يا شباب من الحلوين يعني يس شلون ورطه هذا الشخص عنده نفق ازرق شوفوا ما احلاه. يلا روح 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 يا اي ورع. لا لا اضربني والله العظيم اكد لك. اي ورع انتبه على حالك انتبه انتبه. والله يا ساتر يا شباب هذا عنده من صدق طلع نفق احمر واني ما عندي نفق اقصد نفق ازرق واني عندي بيت احمر. انا اريد نفق امين احمر بس شلون ورطه هاي. دقيقة خلي اخذ لي خشباياتي وشغلاتي وحبشكلاتي واروح انطلق ولازم اني همين يكون عندي نفق. ايه باي طريقة اوكي دقيقة هس اللي راح اسوي اني شفل ايه وراح اسوي لي بيكاكس. اوه ماي جاد يا شباب راح نسوي لنا او عندنا بيكاكس ما حاجة انه احنا نسوي لنا بيكاكس. ليتس جو ليتس جو الى النفق راح يسوي لنا افضل من هذا النفق الاسطوري راح اسوي احسن من عندي ان شاء الله. اوكي راح نبتعد لنا بلوك او بلوكيتين. هاي ورع ايش جاي تسوي يا ورع يا ورع ايش جاي تسوي؟ انت ايش لك علاقة؟ انا راح اسوي لي نفق امينة شنو يعني بس انت راح يكون عندك نفق؟ لا لا والله العظيم اذا راح تقلدني راح اشتبيك للشرطة ممنوع التقليد ممنوع ممنوع ممنوع. هاي ورع ممنوع خلاص ما راح اقلدك. 1 2 3 4 5 هاي شنو ايش جاي تسوي؟ جاي تاخذ جاي تسرق بالقياسات يا غبي يا ورع. لا 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 مستحيل ما تسرقني انت ما تسرقني ما يصير انه تسرقني انت شلون ورطة هاي؟ اسكت انت ايش لك علاقة يا الزلم يا البهل اسكت. ورع شلون ورطة هاي شباب هذا يقول انا راح اسرقه انا ما اسرق شنو اسرق شنو انا ما اخذ تصميم الناس شنو هذا التصميم هذا تصميمي انا لوحدي هذا تصميمي انا وبس. الله غريب هذا الورع جاي يقول لي انا سارق شلون ورطة هاي شباب انا ما اسرق شباب شو السالفة شنو هذا جاي تهمني باطل لو شو السالفة الله ما ادري. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 كلش حلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 واي 9 اوكي يعني شلون اسرقاني؟ والله العظيم انت جاي تقلدني يا ورع اصلا عادي اصلا الاني احسن من عندك بمليون مره اصلا الحفره مالتي الزرقاء احسن من عندك بمليون مره وترنيون واحسن من عندك واللون الازرق احسن من اللون الاحمر. شنو 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 اللون الازرق احسن من اللون انت على حالك يا ورع. لا والله العظيم يلا شباب وبنات اللي يقول اللون الازرق احسن او النفق الازرق احسن من لون من النفق هذا الاحمر اريدكم هسه شباب وبنات كلكم تكتبوا بالتعليقات انه النفق الازرق احسن من النفق الاحمر وحتى تثبتون اكثر لازم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات. لا شباب لا 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 لازم كلكم تقولون النفقاني اللي راح اسوي هذا الاحمر احسن بالتعليقات ولازم حتى تثبتون انه هذا النفق مالتي احسن من هذا النفق الازرق لازم انتم يا شباب بنات هسه تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات اي ولازم يوصل هذا المقطع الى 10000 لايك حتى تثبتوا لي انه اني النفق مالتي الاحمر احسن من هذا النفق الازرق مال الفقرة شو السالفة. يلا ماكو مشكلة اني هسه راح اروح انام اصلا اني النفق مالتي مجهز راح انام بالنفق مالتي انت راح تروح بيتك. يلا ماكو مشكلة شباب عادي عادي بس اليوم راح نروح ننام ببيتنا ان شاء الله باكر الصبح راح نقعد والحمد لله وشكرا لك الحال. يلا ماكو مشكلة هسه خلي احنا ننام اول مرة تسبعون على مليون تريليون خير اوكي. اي صباح الخير اخيرا الصبح يلا ليتس جو ليتس جو يا شباب اوكي ان شاء الله اليوم انا راح اكمل اشتغل على النفق مالتي الاسطوري خرافي احسن من عده اوكي اوكي. يا ورع انت سارق احترم نفسك يعني مو سرق شلون اسرقك يعني ما اسرق يعني شو السالفه انت اكثر شخص تقلد انت جاي تقلدني جاي تقلدني ايش شلون ورطه هاي يعني ليش كذا حياتي يعني كل ما اسوي اشي يعني حابه يجي واحد يقلدني ايش شلون ورطه هاي اي تستاهل حتى المره الجايه لا تسوي لي نا 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 ما ادري شنو هاي شنو جاي تستعبط علي شنو يعني زي كذا نا 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 اي هاي لا تعيدها مره ثانيه شنو ترى تضوجني ترى شو السالفه حسبي الله ونعم الوكيل من هيك بشر
شنو يا شباب سمعت شلون جاي يستهبل علي؟ شنو جاي يسوي لي هذا الورع؟ يعني ليه كان لي جاي اسوي مثل هذا النفق؟ لان وضعي جاي ما يصير انه يكون لي زي كذا، يعني شو السالفه شباب؟ يلا ماكو مشكله، هسه هذا كله راح نحفره، لازم كل هذا يكون محفور بهاي الطريقه مثل ما جاي تشوفون. اوكي اعتقد كلش كافي شباب، اي كلش كافي لهنا، كلش حلو تمام. او ماي جاد شباب راح يصير عندنا نفق جبار جبار جبار. اوكي خلي هسه احنا اول مره لازم يكون عندنا هسه شوي خشبايات، عندنا هاي الشجره اللي موجوده هنا شوي مكانها ابدا مو مناسب، فعلى الاقل احنا خلينا ناخذ لنا هاي الشجره اللي موجوده هنا. اوكي كلش حلو، هسه راح ندخل هنا شباب. هسه احتاج لنا تورتشات خلي يرجع لبيتي، بيتي جدا جدا قريب لهذا المكان، كلش حلو يا شباب. اوكي هسه اوكي اكو تورتشاي هنا برا البيت، خلنا ناخذها ونشوف لنا صناديقنا شباب. شوف اوكي عندنا حبتين تورتشايات، عندنا درج، مكاتب، يعني كل الشغلات اللي احنا نحتاج لها راح ناخذها ان شاء الله ويانا. اوكي عندنا تفاح، اي تفاح موجود، ابل موجود، خلنا ناكل لنا شوي ابل، كلش احب التفاحان يا شباب. يلا ماكو مشكله، هسه خليني ارجع واكمل النفق مالتي الجبار، وراح يصير ان شاء الله راح اخليه احسن من هذا بمليار مره. اوكي يلا ماكو مشكله، هسه راح اغير الارضيه كلها يا شباب، هاي الارضيه كلها انا راح اكسرها وراح نخلينا مكانه شنو؟ راح نخلينا مكانه لون احمر، فبالتالي حتى يكون الشكل افضل واحسن بمليون مره. اوكي يلا يلا ليتس جو ليتس جو، خلي هذه كلها انترس باي طريقه، بس كانه الدنيا شوي ظلمه فالمفروض احنا نجيب لنا تورتشايات. دقيقه وين التورتشايات؟ هاي تورتشايه راح نخليها ان شاء الله بهذا المكان، التورتشايه الثانيه راح تكون ان شاء الله بهذا المكان. هم نسوي لنا تورتشايه بهذا المكان حتى يكون المكان جدا جدا مضيء. او والله الصراحه هسه هاي عجبتني، يعني ليش ما احنا نسوينا بعد نكسر لنا هذول البلوكات اللي موجودين هنا مال كبل ستون؟ يعني الصراحه احس راح يكون من راح نخلينا البلوكات يعني بيكون بيت كلش كلش ضيق وصغير النفق مالتي، على الاقل انه اني راح ابقى اكسر لي هاي الكميه مال البلوكات اللي موجوده هنا اللي جوا، وبالتالي حتى تكون يكون شو اسمه الارضيه يعني مكان واسع يكون بكل اختصار. اوكي كلش كلش حلو شباب. اوكي خلصنا، هسه باقي شنو؟ باقي بس هذول الاطراف، هذول الاطراف لازم بالشفل، هذول الديرتايات احنا فلشنا بهاي الطريقه بالشفل. اوكي كلش حلو. اوكي هاي البلوكات، لا مستحيل مستحيل يا شباب، بلوكات الحمر خلصوا، لا 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 لازم ارجع لبيتي اشوف اذا عندي، لازم بلوكات حمر، شلون ورطاي خلصوا؟ واني فلوسي اعتقد خلصوا فلوسي يا ربي، شلون ورطاي تورطت ترى او ماي جاد ما عندي ولا قرش، لا مستحيل مستحيل يا شباب، هالصندوق الاحمر شكو بي، لا يا ربي هسه شلون ورطاي ما اقدر اكمل هذا البيت. شنو خلصنا بلوكاتك؟ نا 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 خلاص بلوكاتك. لا يا ساتر، لا مستحيل شباب، راح هذا راح يبقى يضحك علي، لا 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 لازم اروح اشتري لي، لازم اروح اشتري لي بلوكات حمر. من راح اشترينا انا هسه؟ والله ما اعرف هسه شلون ورطه هاي، يقولون اكو واحد هنا بهاي الجزيره يبيع. يلا 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 خلينا نصعد له بهذه الجزيره، هسه شلون ورطه هاي؟ يلا يلا ماكو مشكله، خليني اصعد له بهاي الطريقه مثل ما جاي تشوفون يبيع البلوكات الحمر، هسه شلون ورطه هاي؟ والله او هذا، لا هذا ما يبيع بلوكات حمر، والله ما ادري هذا، والله ما ادري، خلي نجرب. او ماي جاد شباب طحنا، يا ساتر يا ساتر هسه شلون ورطه هاي؟ لا مستحيل مستحيل، يعني اذا على هاي الوضعيه احنا ما راح نقدر نخلص النفق مالتنا، وذاك الشخص راح يكون عنده نفق احسن من عندنا، لان ذاك الشخص قدر يخلصه، ذاك النفق الازرق مالتي، وان النفق الاحمر مالتي ما قدرت اخلصه، يعني انا لازم على السريع اصعد لهذه الجزيره اللي موجوده هنا او هاي، وما اعرف الصراحه يا هي الجزيره، يقولون اكو جزيره يبيعون بها شنو؟ يبيعون بها شو اسمه البلوكات الحمر. اوكي فاحنا هسه خلينا نصعد ونكتشف ويا بعض. اوكي كلش حلو، يا ساتر يا ساتر ان شاء الله راح نلاقي لنا شخص هسه يبيع لنا البلوكات الحمر، وان شاء الله ما راح يطلب علينا فلوس، يعني اذا طلب علينا فلوس هسه شلون ورطاي؟ من وين راح يجيب له فلوس؟ خلاص راح نقدم له خدمه مقابل الفلوس. شنو داخله؟ او ماي جاد 26 شو اسمه جلاسايه لونه احمر، وهنا اكو صندوق احمر. هاي السلام عليكم عمو، اكو واحد موجود هنا؟ هل احد هنا؟ اي الو، اي الزلم تعال الزلم، يلا تعال تعال الزلم تعال، اهلا وسهلا عمو. هاي اوه انت ولي تبيع البلوكات الحمر؟ اي يلا عطني 20 حبة دايموند وراح اعطيك 10 ستاكات شو اسمه بلوكات حمر. اوكي يا عمو، اوه 10 ستاكات
دايموند اقصد 10 حبة دايموند وين راح اجيب لك اياهن؟ هاي شو اللي علاقة بيك؟ راح اشتغل، راح ادورك على شغل حتى تحصلك شنو؟ تحصلك شو اسمه فلوس. شوف مثل ما سويت انا، بقيت اشتغل طول حياتي، يلا قدرت اسوي لي هاي الجزيرة بالدايموند كلها. يلا اذا تريد 10 استاكات بلوكات لونها حمر او اي بلوكات تريدها انت بالعالم تعالي، بس لازم اجيب وياك 20 حبة دايموند، اوكي عمو؟ يا ساتر ما شاء الله عليك عمو، انت عندك هواي فلوس الظهر بيك. اي قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، يطيرني الزرب، قول ما شاء الله. هسه يجي لي انفجار، هسه يفقع لي الجزيره ماتي كلها. يلا قول ما شاء الله. ما شاء الله عليك خالي، ما شاء الله عليك، انا دوما اقول لك ما شاء الله. زين بس قل لي انا هسه ايش اكذب عليك؟ عندي بس هاي البيكاكس الدايموند، اوكي؟ اوه حلو، هاي البيكاكس الدايموند بما يعادل 3 حبات دايموند. حلو، يعني ناقصك ايش قد؟ ناقصك 17 حبه دايموند، اوكي؟ جيب 17 حبه دايموند هسه زياده. اوه ماي جاد، والله ما عندي دايموند، والله ما عندي. يعني اذا ما عندك دايموند لازم بس تروح تنقلع وبعد ما ترجع لهنا، اوكي؟ لازم تجيب وياك الدايموند وترجع، اوكي؟ خلاص عمو، شنو رايك انطيك حبه سدايا وتنطيني ستاك واحد؟ اوه والله السدايا حلوه، بس انا اسف ما اقدر، كل شيء ما اقدر انطيك. زين شتلات تريد؟ شتلات؟ شنو شتلات؟ ما اريد شتلات انا. زين هذا جلد مال بقر. لا ما اريد جلد مال بقر، ما اريد. دي ورداية صفرة. شنو ورداية صفرة؟ تستابل علي ليش شنو خالي؟ تستابل علي؟ زين شتلاية ثانية وشوي دود وشنو بعد؟ وستاك قبل ستان وستاك ديرت وش اسمه؟ وحبة ايرون وستاك شو اسمه؟ درج وشنو بعد؟ وشنو شنو شنو؟ ستاك ابواب، شوف عندي ستاك ابواب اخذن كلن، اوكي؟ اوه ستاك ابواب، هذول من وين جايب لك اياهن خالي؟ انت شو لك علاقه من وين جايبهن؟ يلا تفضل هذول كلن اخذن، بس اني احتاج لي على الاقل ستاك واحد لون احمر. لا اني اسف اقدر اعطيك بس نص ستاك، اوكي؟ يلا افتح الصندوق واخذ بس نص ستاك، اوكي؟ خلاص يلا ماكو مشكله، نص ستاك ان شاء الله راح نمشي بيه حالنا شباب. نص ستاك بلوكات حمر افضل من لا شيء، بالله ماكو طريق هيك ننزل لها، ماكو ماي هيك منك. لا خالي انت ترى راح تموت اذا راح تنزل على الطريقه التقليديه، انصحك انه انت تنزل على الطريقه التقليديه احسن. ايه يلا روح، يلا مع السلامه خالي، المره الجايه اذا تريد تشتري جيب لي دايموند وياك، ما تجيب لي هذول الشغلات الحبشكلات التافهه ماتك. يلا ماكو مشكله ان شاء الله ان شاء الله. يلا شبابنا الحلوين ان شاء الله، يا رب يا رب يا رب ادعوا لي شباب، ادعوا لي ان هم هذول يكفن. شنو هم اللي هم ال بس قولوا وياي هذول شباب الحبشكلات شو اسمهن البلوكات اللي اخذناها 32 بلوك، ان شاء الله يكفن ان شاء الله يا شباب. اوكي يلا ماكو مشكله، احنا هسه خلينا ننزل بهاي الطريقه، بس احنا كلش جوعانين، خلينا ناكلنا شويتين. اوكي هسه قلوبنا لازم يرجع شلون ما كانوا. اوكي ماكو مشكله، خلينا نوصل لهذا المكان. 32 حبه كونكريت، ما اعرف الصراحه. انا نانا يا ورع، يلا حصلت لك البلوكات حمر لو ياها. اي حصلت، واني هسه راح اكمل البيت مالتي ان شاء الله. يا مستحيل راح تخلص لي ان البلوكات الحمر كلش 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 شو اسمه غاليين، وانت جدا جدا فقير، ما عندك فلوس حتى تقدر تشتري لك البلوكات الحمر. ايه اني احسن من عندك، اني اصلا النفق مالتي احسن من عندك بمليون مره. نانا 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 يا ربي دمرني شباب، يا رب يا رب ما اتفشل، يا رب هذول 32 حبه يكفن يا رب. اوكي هسه هذول كلن، او ماي جاد ما اعتقد شباب، مستحيله صعبه كل الشباب انه احنا نقدر نخلصين. او ماي جاد يا شباب دقيقه، على الاقل خلي احنا نعدل لنا هذول الابواب، وحده اثنين ثلاثه، او ماي جاد حتى الباب ما نقدر نعدله، بس شلون ورط هاي؟ يلا على الاقل خلي نعدل لنا الباب، بس يحتاج لنا بعد كلش كثير البلوكات يا شباب، بس شلون ورط هاي؟ اوكي نعدل لنا الباب بهاي الطريقه، خلينا الباب بهذا المكان. او ماي جاد شباب اوكي خلينا الباب بهاي الطريقه، يا رب بس شلون ورط هاي؟ والله انا جدا تورطت. انا احسن عندك، انا احسن من عندك. او ماي جاد يا شباب بس شلون ورط هاي؟ بس شنو لازم نسوي احنا المفروض؟ نحتاج لنا بلوكات زياده، شنو رايك نروح نسرق؟ والله العظيم اذا راح تسرق اشتكي بيك بالشرطه، والله العظيم. اوكي خلاص ماكو مشكله، راح اروح انام. يا ربي بس شلون ورط هاي؟ والله انقهرت اني، منين راح اجيب لي هسه باقي البلوكات؟ حل الوحيد انه انا اكسر لي بيتي، بس مو وضعي هاي اكسر لي بيتي وبعدين اتورط. يلا ماكو مشكله، تصبحون على مليون خير. اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح يا شبابنا الحلوين. طبعا اني هسه والله ما اعرف شلون راح احصل لي بلوكات حمر، هسه شلون ورط هاي؟
شنو رايك بنروح لهذا البيت اللي موجود هنا؟ انا بلكت يفيدنا، بلكت يكون عنده بصناديقه شويه بلوكات حمر هيك من هناك نقدر نحصل لنا، حتى نقدر نخلص لنا ذاك النفق مالتني. بس شلون ورطه هاي ما قدرنا نخلصها. يلا ماكو مشكله، هسه خلينا ندخل هذا البيت اول مره. هاي سلام عليكم، هل من احد هنا؟ هاي او وي واو، والله غريبه شباب، ماكو احد جاي يجاوبني. دقيقه خلنا نصعد للي فوق بلكت نلاقي شيء غريب. او ماي جاد شباب، كل شيء ماكو، شلون ورطه هاي؟ والله خلي نقتحم. شنو رايكم نقتحم شباب؟ نقتحم او ما نقتحم؟ كتبوا لي بالتعليقات نقتحم هذا البيت. يلا خلاص راح اقتحم، هجوم. او ماي جاد شباب، بيت فاضي. والله غريبه البيت فاضي. شنو هذا، مال منو؟ بس اريد افتهم اني هذا من منو هذا. والله ما ادري يا شباب. شنو رايكم شباب، هذا البلوكات اللي موجودين هنا نحن ناخذين، لان هذا البيت ما ادري فاضي شباب. اوكي ماكو مشكله، خلاص هذه كل الارض السقف هذا كله انا راح اخذه. بالتالي شنو، ان شاء الله من احصل لي فلوس ومن يكون عندي فلوس راح اروح ارجعه، بما ان هذا البيت فاضي يعني كل شيء ما بي، يعني ماكو ولا واحد يعيش بهذا البيت، فماكو مشكله. انا هسه اللي الحق انه انا اخمط كل البلوكات اللي موجوده هنا، أنا كلش حلو. اوكي راح نجمع البلوكات الحمر. او ماي جاد، بس عبالكم شباب خلصنا؟ لا ما يصير، احنا خلاص شباب حرامات خلى هاي الباب البيت شباب، على الاقل احنا هسه خلي انترسه بالديار شباب. هسه شو نسوي؟ بس ما بدنا شيء، مشينا واحنا هسه اخذنا هاي البلوكات الحمر، بس ان شاء الله يكفن شباب 37 حبه، ان شاء الله يكفن شباب. اذا ما يكفن بعد شو نسوي شباب؟ اوكي يلا بينا، يلا بس خلينا ناكل لنا شويتين ولتس جو، هسه راح نروح نكمل نسوي النفق مالتني، ما شاء الله انه راح يكفي يا شباب. ان شاء الله ادعوا لي ان شاء الله هذول 37 حبه ان شاء الله يكونوا كافيين حتى احنا نقدر نخلص النفق مالتنا الجميل الاسطوري، وخلاص بعد ذاك ما يبقى يقهر بينا، بعد ما يبقى يقول لنا نا 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 ما ادري شنو، يبقى يستهبل علينا وجاي يضحك علينا. نا 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 انا عندي ما النفق مخلصه وانت ما مخلصه. او ماي جاد شباب، والله هذا جدا شرير. يلا ماكو مشكله، اني هسه خلي نكمل هذا الترس. يا رب يكفن. اي كفن شباب، واخيرا لسه باقي شيء واحد. انا نفق مالتي مؤسس وانت ما مؤسس. او ماي جاد، دمرني. يلا هسه لازم اني اسس هذا البيت باي طريقه. اول اشي راح اجيب لي الاكس، راح اخذ لي صناديقي وحبشكلاتي وشغلاتي وكل مواردي وكل حبشكلاتي راح اخذين، وكل شغلاتي الاساسيه واللازمه. ردستون اخذه، هذا الاسم اخذه، هذا اخذه، سرير اخذه، فرن اخذه، كرافتنج تيبل اخذه، كل شيء اخذه شباب، كل شيء لازم اخذه. وهذا البيت راح اسده نهائيا بعد ما اريده هذا البيت. اوكي ان شاء الله راح ارجع له من اني اكون طفشت من ذاك النفق. اوكي يلا ماكو مشكله، هسه خليني ارجع له اول مره بهاي الطريقه. واو يا شباب صار عندنا نفق جبار، واو شوفوا ما احلى. اول مره خلينا نسير بهذا المكان، ثاني شيء نحط لنا الصندوق بهذا المكان. هسه شباب الصناديق راح يكونون بهاي الطريقه لونهم حمر. او ماي جاد كل شيء لونه احمر، والله فد شيء اسطوري. عبالكم خلصنا؟ لا اكيد لا. اوكي هنا مكان الافران بهاي الطريقه كلها مصفطات. اوكي سوينا بعد شباب اكثر من كرافتنج تيبلايه حتى يكون الشكل مالتهم متناسق ومتوازن، يعني عندنا 3 حبات افران يعني لازم يكون 3 حبات كرافتنج تيبلات حتى احنا نقعد هنا على راحتنا ونكون جدا جدا فرحانين. اوكي خلينا بكل بصناديق مالتنا كل الشغلات الضروريه، يعني كل يعني خلينا كلين هنا كل الشغلات الحبشكلات، ناخذ لنا بس الشغلات الضروريه مثل ما جاي تشوفون، ضل خشبايات وما ادري شنو. عندنا شوي هنا زينه مال مكتبه، خلي نسوي بهاي الطريقه المكتبه. او ماي جاد شباب جت لي فكره خنفشاريه، دقيقه صبروا لي شوي، هاي راح نغيرها المكان مالتها، راح نوخرها شوي بهاي المكان حتى هذا يكون كلها مكتبه. واو جاب الشكل مالت النفق مالتي، والله العظيم اني جدا فرحان يا شباب. اوكي ماكو مشكله، هسه بس ناقصنا شيء واحد، انه احنا نروح نقول له انه هو شو اسمه. يلا عمو تعال تعال تعال. ها شنو سويت؟ لا تقول لي خلصت النفق مالتك. يا ساتر، اوه هاي شنو، النفق مالتك اسطوري احسن من عندي. والله تشوفني من محل ما النفق مالتك. ليش شنو نفق مالتي؟ لا خلاص قفلته. والله العظيم راح اروح اشوفه لوحدي. لا تروح، لا تروح، ارجوك لا تروح تشوفه، لا تروح، لا راح يفضحني. لا دقيقه خلي اشوف النفق مالتي. هاي شنو
شنو صار النفق مالتك؟ ليش كذا النفق مالتك؟ فضحني، ليش فضحتني؟ ليش كمشتني؟ عرفت انه اني نفقاني فقير وما عندي فلوس حتى اسوي لي اثاث، ما عندي فلوس حتى اشتري لي بلوكات زرق، بس شلون ورطاي؟ ليش انت تسوي فيني كذا؟ يا ساتر، مسكين هذا الشباب وبنات طلع فقير وما مأثث البيت مالته حتى الدير ما مفلش يا شباب. والله ما ادري، هذا جدا مسكين يا شبابنا الحلويين. أرجوك ساعدني، والله أنا فقير خلاص، والله راح أموت أرجوك. يعني يعني أنت جاي صارك تقريبا يومين أو ثلاثة جاي تضحك علي وتقول لي نانا نانا نا وتقول لي أنا عندي نفق وأنت ما عندك نفق، وبالتالي أنا قدرت أخلص لي هذا النفق الأحمر الأسطوري وأنت حتى نصف نفق ما عندك؟ بس اني لانني كلش فقير ما 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 ما, ما, ما عرفت شو اسوي. رعب قلبتي يعني، رعبتي. والله مسكين يا شباب وبنات. خلاص يلا ماكو مشكله، جتني فكره، جتني فكره اسطوريه. ثواني تعال معي عمو، انت مو قلت لي انت فقير؟ اي والله انا جدا فقير، جدا فقير. تعال معي، تعال تعال يلا وراي وراي، تعال وراي تعال. وين راح توديني؟ وين راح توديني عمو؟ بس قل لي شو راح تسوي لي؟ شنو راح تسوي لي عمو؟ تعال اسكت، تعال يا وريع، لا تناقش لا تناقش، تعال ادخل 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 ادخل. شنو هذا؟ هذا بيتك، عرفاني بيتك، انا كلش احب بيتك. خلاص من هنا ورايح يا حلو صار هذا البيت الاسطوري الك، اوكي؟ وهاي الكرافتنج تيبل الاولى وهاي الكرافتنج تيبل الثانيه. لا صدق تحكي؟ صدق عمو جاي تكذب علي؟ اي اي هذا كله صار الك. والله شكرا لك، الله يعطيك الف عافيه، والله جدا احبك علي، شكرا 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 جدا شكرا لك، الله يعطيك الف عافيه عمو. خلاص يلا تدلل تدلل غالي، ماكو مشكله. والله العظيم انت افضل شخص بالعالم. ايه اعرف اعرف شباب، بما ان انا صار عندي هسه نفق احمر اسطوري خرافي صرت اسعد وافضل شخص بالعالم.